عايز ايه؟ ايه ده؟ شفتيني ازاي؟ سبحان الله، بتشوفي يبقى فاكي؟ يا ابني انا بوش في السبوره كده وابقى فايه شايفه الواد اللي بيكسر مسطره صاحبه. يا عيني على العيال اللي انت بتدرسي لهم دول. عموما يعني انا جاي صراحه يا سناء اساعدك في موضوع الاعاره ده. ايه؟ هتطلع معايا؟ والله انا كان نفسي طبعا يا سناء اطلع معاكي، انت اختي حبيبتي يعني، واكيد نفسي اساعدك وكل حاجه، بس انت عارفه يعني انا مش هينفع. لكن في واحد بقى احسن مني بكتير، ده واحد يتمنى يعني يتمنى الرضا ترضي، ما ترضيش براحتك. انا في موقف ضعف يا عادل، انا في موقف ذل يا عادل، عارة ومحتاجة محرم، هتنك على ايه؟ يعني برضو يا سناء اعرفي هو مين الاول وبعدين وافقي او ارفضي. اي كلب من الكلاب اللي تعرفهم انا موافقه عليه يا عادل، بقولك في موقف ضعف، موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم. تحبي اخلي رمزي يقابلك في الكافيتيريا مثلا ولا حاجه؟ ليه؟ عشان عايز يقابلك يعني. ليه يعني؟ هيجيب العريس معاه؟ لا يا عيني يا عيني، ما وصلتلكيش. لا يعني هو رمزي هو العريس يعني. ايه؟ بصي بصي، انت قلتي اي كلب، ده بقى مش كلب، ده عمهم. لا، ابن عمهم يا عادل. بصي، اي حركه خيانه، انا لسه حافظ الحركات بتاعت الكاتا، ها؟ ممكن اضربك زي ما كنت بضربك واحنا صغيرين. رمزي يا عادل؟ لعلمك هو غبي، يعني ما بيفهمش، لكن طيب قوي لعلمك يعني. وبعدين ده هيبقى كانه اداه من ادوات الشغل، كانك واخده معاك المسطره، واخده معاك الاستيكه، اعتبريه استيكه بجد. هترجعي من شغلك هتلاقيه طابخ وماسح وكانس وعامل كل حاجه، وبعدين لو كسر حاجه ما تجيبيش غيرها لانه هيكسرها برضو يعني. وكده بقى تبقى ضربت عصفورين بحجر صراحه، يعني، ويبقى خلصنا منه ومنه يعني. ومصلحه كبيره وفايده كبيره لحضرتك. هي فايده كبيره بس بجد، انت برضو اختي يا سناء، عايزه اساعدك. عايز تساعدني؟ وسي رمزي ده بقى عارف ان انا اللي هشتغل وهو اللي هيقعد في البيت؟ يا سناء يا حبيبتي، بقول لك رمزي ده مش عارف اي حاجه، ده بالكتير عارف ان اسمه رمزي يعني. انت ده عجينه معاكي تشكليها زي ما انت عايزه، عارفه لو انتوا في الغربه كده وفهمتيه ان انت في مصر هيصدق عادي. عادي، انا في موقف ضعف، في موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم، انا موافقه، بس مش معقول هتروح تقول له روح اتجوز اختي كده من باب الطاقه، فين كرامتي فين؟ حبيبتي انا اكتر واحد يقدر يحافظ على كرامتك، وحافظ على كرامتك مع واحد زي رمزي ده، انا هفهمه على كل حاجه، ما تقلقيش انت خالص. ما دام وافقتي رمزي ده سيبوهولي، هخليه يحفى عشان يجي يقرب لك بس ويطلب ايدك، اتفقنا؟ مبروك 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 عليك، سيبك من رمزي، مبروك عليك يا سناء. مين ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ انا. ايه ده دولا؟ انا اسف يا دولا، والله انت مش قلت انك مش راجع؟ دولا انا اسف. انت بتلعب بالشغل ولا ايه؟ انا اسف يا دولا. ياد، انت خايف مني ولا ايه؟ انا هضربك. معقوله يا رمزي؟ ده انت ابن عمي. يالا معقوله؟ عارف انت لو عندك الموهبه في البتاع اللي انت بتعزف عليها واكيد مش عارف اسمها، ده انا ساعدك. يالا ربنا يخليك يا رب يا دولا يا رب. طب ايه رايك بقى انت عشان ابن عم وانا بحبك، محضر لك مفاجاه غريبه. لا بجد يا دولا. امال ايه؟ ايه يا سيدي اللي نفسك فيه ولانك انت حقير وما تسواش نكله عمرك ما كنت هتقدر توصل له؟ ياه يا دولا، جيت لي على الجرح انت يا دولا. ها ايه؟ نفسي اخد لفه بالعجله النصر بتاعت عم عبده اللبان، بس هو مش موافق. العجله النصر بتاعت عم عبده اللبان؟ ده انت لفيت بيا. يالا يخرب بيتك. لا يا رمزي، لا يعني انا عايزك تعلي مستوى طموحك، خلي طموحك اعلى من كده بكتير. نفسك في ايه يالا؟ لا ما مش معقوله بقى. لا معقول يعني؟ اقول لك ياد، قول ياد. ايوه دول، بس دي صعبه مستحيل يا عم. دي اخلص. نفسي اخد لفتين بالعجله النصر بتاعت عم عبد اللبان. ضايقني ضايقني اكتر، ضايقني عشان ياد مش قصدي كده. يالا لا يالا لا لا يالا عبيط، العجله دي حاجه بسيطه، ده انا ممكن اشتري لك عجله. يالا لا يا دولت، بس عجله عم عبده دي يعني ايه؟ ده مركب لها الجرس بتاعها فيه نغمات وعامل منجد الكرسي وكاسيت بانكولايزر. سيبك من العجله ومن عم عبده اللبان خالص. تعالى يا رمز، تعالى. انا قعدتك بس عشان المفاجاه ما تدوخكش يعني. هتضل لك مفاجاه فظيعه. يالا ربنا يخليك.
مين يا سيدي اللي بتشوفها عندي في البيت وتبقى عينيك هتطلع عليها ونفسك انك انت تتجوزها وما انتش طايل خالص؟ مريم فارس. مريم فارس بتشوفها عندي في البيت يعني؟ ايوه دولة في التلفزيون بتاعك اللي في البيت يا دولة، ما بتجيش في تلفزيون القهوة خالص. ياد مريم فارس سهل جدا، انت تروح تتقدم لها وتقول لابوها يا عم فارس لو سمحت انا طالب مريم بنتك عادي. لا واحدة ما كنتش فكر توصل لها عندي في البيت من يعني مش امي ومش مراتي ومش بنتي ومش حماتي ومش اخت مراتي، يبقى مين؟ بص بقى دولة ما تلخبطنيش بقى، هي ما فيش الا واحدة بس، هي سناء دولة، انا بحبها قوي دولة، وتقدمت لها قبل كده 15 مرة يا عم وانت رفضتني يا دولة، يعني انت رفضتني وسناء رفضتني والحاجة رفض، ده حتى بنتك ياسمين رفضتني يا عم. ايوه رمزي يعني ما انت صراحة يعني ما فاكش حاجة، ما تترفضش، كل اللي فيك بيترفض. بس بص بقى يا رمزي اسمع نصيحتي، انت لازم تغير نفسك يا رمزي. ايه ابقى فتحي؟ اهي غباوتك دي يا فتحي اول حاجة لازم تغيرها. تاني حاجة بقى يا رمزي ها؟ لازم يبقى عندك حاجة بتشد البنات ليك. ايوه دي انا عرفتها دولة، دي انا عرفتها، مغمطيس. ما تفكرش خالص يا رمزي، ما تفكرش، سيبنا نتكلم وانت اتعلم مني ونفذ على طول. حاجة تشد البنات ليك يعني لازم يبقى لك موقف بطولي. بطولك انت يا دولة؟ يعني ما ينفعش مثلا يبقى بطولة انا؟ انت فكرت ليه؟ انا اسف يا دولة، مش انا قلت لك ما تفكرش؟ انا اسف، قلت لك ما تفكرش ولا لا؟ قلت يا دولة. لا موقف بطولي يعني تبقى بطل، يلا يعني يبقى لك بطولات، يعني مثلا تنتصر على حد، تغلب حد، تهزم حد، تسبق حد كده، تبقى بطل. ايوه ايوه يا دولة انا عارف دي، انا دولة عارف. دولة انت سمعت ان النهارده في سلعوه ظهرت عندنا في الشارع اللي هو في البازار ده؟ سمعت؟ اه سمعت الحكايه دي. اسكت يا دولة بقى، السلعوه دي قعدت تجري ورا العيال كلها والعيال مرعوبين منها وهي تجري وراهم وهم يجروا. حلو، انت بقى عملت ايه؟ سبقت العيال كلها يا دولة. بطولة قد كده؟ مش بطولة، ده البطولة كده للسلعوة هي اللي جريت وراكو. لكن لو انت بقى اللي جريت ورا السلعوة ورحت ضربها وموتتها وخلصت الشارع كله من شرها، ساعتها تبقى انت بطل. يلا ماشي يا دولة، يعني انا افهم من كده هون يا دولة ان انا لو رحت موتت السلعوة دلوقتي اهو سناء هترضى تتجوزني؟ طبعا يا ابني هتبقى بطل، يبقى فيك حاجة عوضت هبلك يا ابني. بس في ايدي بقى دي يا دولة، انا خارج دلوقتي ومش راجع الا لما موت السلعوة دي، يا انا يا هي. يا رب هي، يا رب نخلص منها. الو يا سناء. ايوه جزمه ايه؟ رمزي. لا رمزي طبعا ما هيجيلك يا ماما، انت يعني قلقانه من ايه؟ ما تقلقيش، هي بس المشكله ان انا ايه مش عايزه يتجوزك بسهوله، يعني عايز يبقى له مثلا موقف او اي حاجه نقول ان احنا قبلناها عشانها، يعني عشان كده عامل له اختبار، اول ما ينجح فيه هجيبه واجيلك على طول. طب يا سناء اظهر نتيجة الاختبار. ظهرت. سلام سلام. ايوه يا بطل، الله اكبر، لو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ ايه عملت ايه؟ موتت السلعوة يا بطل؟ لا يا دولة. امال ايه الدم ده يا ابني؟ دولة انت شايف الحيطة اللي قدام باب البازار اللي هناك دي؟ اه شايف. انا ما شفتهاش.